التعاون الثقافي المصري الصيني تعاون جيد، وهناك اهتمام من الجانبين، والدليل على ذلك ان هذا العام هو عام ثقافي مخصص للجانبين. هناك انشطه عديده من الثقافه المصريه تقام على ارض الصين، وايضا انشطه ثقافيه صينيه بتقام على ارض مصر. وبالطبع يعني هذا نوع من التعاون سيستمر، لا يقتصر على العام الثقافي فقط، انما سيستمر الى الابعد. وايضا ندعم كمان الترجمه. في الحقيقه قمه اقتصاديه في جي 20 يتحدث عن مواضيع اقتصاد اكثر، ولكن الاقتصاد لا ينفصل عن الثقافه. الثقافه هي انا دائما اعتبرها هي القاعده الاساسيه للتواصل بين الشعوب، يعني اي تواصل لابد ان يبني على الثقافه، الخلفيه الثقافيه. فاذا تود ان تفهم الاخر تفهم من خلال الثقافه والعقل وعقليه الاخر وثقافه الاخر. قمه جي 20 نستغل هذه المناسبه، انما هي تصويريه لتواجد الثقافه الصينيه في هذا اليوم في قاع نقابه الصحفيين. فلذلك يعني نريد ان نعرف الجماهير بالصين بشكل اوسع، ليس الاقتصاد فقط انما الثقافه ايضا. ونتمنى تعاون بيننا وبين النقابه الصحفيه في المستقبل يكون اكثر.